السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. هنكمل الكلام عن ضعف الانتصاب. طبعا الجزئية دي هنتكلم عن علاج ضعف الانتصاب، لأنه مهم أوي أوي الكلام اللي أنا هقوله عن علاج ضعف الانتصاب. أقول لكم الخلاصة، إن ضعف الانتصاب بيتعالج حتى لو عندك 90 سنة، في طرق بتعالج ضعف الانتصاب. أنا هتكلم بسرعة جدا عن علاج ضعف الانتصاب. نبتدي بأبسط حاجة اللي هي الأمور الطبيعية، أسلوب الحياة الصحي، النوم الصح، الأكل الصحي، ممارسة الرياضة اليومية. ده القاعدة، ممنوع حد يقول إن عنده ضعف انتصاب وما يتبعش هذا الكلام، والكلام ده فيه تفاصيل أنا قلته قبل كده في فيديوهات أخرى. نبتدي بقى الخطوط العلاجية اللي إيه الدكتور هيقولها لك. أول حاجة الأدوية اللي بتتاخد بالفم، أوكي؟ وتاني حاجة الأدوية الموضعية. تالت حاجة أجهزة زي جهاز التفريغ. رابع حاجة زرع دعامات. خامس حاجة جراحة. دول الحاجات، خمس خطوط. عرفتوا بقى أنا بقول لكم ليه ضعف الانتصاب ليه علاج، يعني ليه علاج؟ لأن في النهاية دعامة. يعني آخر المطاف، لو ما فيش كل الحاجات اللي أنا قلتها ديت ما جابتش النتيجة، في دعامة. بس في الغالب ما بيحتاجش الدعامة إلا الناس العواجيز اللي زي حالاتي كده فيما فوق، ماشي؟ بيبقى يعني الأعصاب الطرفية عنده بايظة، والأجهزة الأوردة والشرايين بايظة، فهتعمل له إيه؟ فبالتالي يبقى علاج ميكانيكي. علاج ميكانيكي للدعامات. الدعامات طبعا فيها تفاصيل كتيرة جدا نبقى نشرحها في فيديو آخر. أول بند أنا قلت لكم هو إيه؟ الأدوية. الأدوية اللي معروفة بالفم، فياجرا، سيالس، ليفيترا. وبعدين الأدوية الموضعية، في نوعين، لبوسات بتتحط في الحلق في الإحليل وبتشتغل بعد 10 دقائق تقريبا، وفي الحقن الموضعي في إبرة بتتاخد. بس الإبرة عايزة تمرين مع الدكتور الأول، الدكتور يديك الإبرة ويوريها لك 3-4 مرات عشان إيه ما تبوظش الدنيا. هي صحيح إبرة رفيعة أوي زي إبرة الإنسولين، والجرعة صغيرة أوي، والألم ما بتحسش بيه لأن سن الإبرة رفيع جدا جدا، لكن طبعا هتبقى هايب في أول مرة. فالإبرة برضو علاج، يعني علاج سحري. ليه؟ لأنه لا محتاج بقى أعصاب سليمة ولا محتاج غيره، ده هو الإبرة بتحطها في مكان اللي بتجمع الدم، تتفتح الايه او الشرايين فالدم يضخ. عملية يعني بتاخد مفعولها ياخد 5 دقايق او 10 دقايق، والابر صغيرة جدا وممكن ملهاش اعراض جانبية. الحقن دي الا حالة واحدة، لو واحد غشيم وحقن كمية زيادة ممكن يحصل عنده انتصاب ولا يرتخي ويحتاج بقى تدخل طبي او حتى يجري على الطوارئ بتاعة المستشفى، لأن الانتصاب لو استمر أكتر من 4 ساعات ده عملية خطرة جدا، ممكن تدمر له إيه الجهاز الجنسي بتاعه. بلاش أقول التناسلي، اللي هو المقصود بالعضو الذكري. بسرعة كده وبشكل ملخص، أورال ريكشن بيلز اللي هي الحبوب التي تؤخذ عن طريق الفم أورال لتحسين الانتصاب. تعد هذه الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم علاجا فعالا، يعني هي علاج فعلا حقق نجاح من أيام ما ظهرت إلى النهاردة عند الرجال الذين يعانون من ضعف أو عدم الانتصاب. ومن بين هذه الأدوية، أشهر هذه الأدوية وهي باينة في الفيديو قصادكم على جهة اليسرى، سيلدينافيل الماركة المشهورة فياجرا، تدلافيل الماركة المشهورة سيالس، وفاردينافيل لفترا، وحاجة تانية رابعة يمكن مش مشهورة، أفانا فيل، ودي اسمها ستندرا. المشهورين اللي هم الفياجرا والسيالس والليفترا. دي كده المجموعة الأولى، وجنبها المجموعة التانية اللي هي الهيربل. بالنسبة لي أنا بشوف إن في نوعين جيدين متاحين هنا عندنا في الدولة اللي احنا فيها، روبوست، والنوع التاني فيجريكس اللي بيتباع أونلاين، وأنا بوصي باستخدامه بصراحة، لأن اللي خدوه قالوا لي ادوني 80% منهم ادوني انطباع كويس. مفعول هذه الأدوية جميعها تساعد حاجة اسمها مادة كيميائية بيفرزها الجسم
هذه المادة الكيميائية بتعمل ايه؟ دورها ارخاء عضلات القضيب، ارخاء عضلات القضيب وتوسيع الأوعية الدموية، وبالتالي تسمح بتدفق الدم وبالتالي حدوث الانتصاب، ولكن مش في كل وقت، بعد التعرض للتحفيز الجنسي بعد الاستثار. امتى بتشتغل؟ اول حاجة لازم يكون في استثارة جنسية. تاني حاجة بتشتغل يمكن حوالي بعد نص ساعة او ساعة، وبتستمر يا اما فترة يوم او اكتر من يوم، يعني السيالس بيستمر اكتر من يوم، الفياجرا بياخد حدود 6-7 ساعات بعد ما تاخد الحباية. المادة الكيميائية اللي انا قلتها من شوية ديت هي مادة النيتريك اكسيد النيتريك، ودي مادة كيماوية بتفرزها لما تيجي المؤشرات العصبية من المخ على المنطقة داخل القضيب، والمؤشرات العصبية بتيجي بعد الاستثارة الجنسية. مين ياخد هذه الأدوية؟ الناس الطبيعيين لا يوصى لهم، وإنما فقط اللي عندهم ضعف الانتصاب. مين اللي المفروض ما ياخدهاش أبدا وممكن تعمل عنده مشكلة؟ الناس اللي هم عندهم أمراض زي الضغط الدم، اللي عندهم مرض قلبي وحالات انخفاض الدم الشديد، دول مفروض ما ياخدوهاش، والجميع لازم يعمل استشارة مع الدكتور قبل ما يختار. أنا واحد أنسب ما نقدرش نعرف، لازم تجرب واحد واحد وبالتالي تختار الأنسب ليك. إيه الأثار الجانبية الشائعة؟ مفيش أثار خطيرة غير في الناس اللي أنا ذكرتهم، اللي عندهم ذبحة صدرية وبياخدوا نترات الجليسرين، أو عندهم مرض في القلب، أو عندهم حالات انخفاض دم جديد. فيما عدا ذلك أثار جانبية يعني مش شديدة، وممكن بتنتهي بمجرد إن أنت بعد ما تاخد الحباية بعدة ساعات. احمرار الوجه واحتقان الأنف والصداع وغشاوة البصر وألم الظهر واضطرابات المعدة، دي أكتر الحاجات المشهورة. ماشي، وفي الأعشاب برضو بتعمل نفس المفعول تقريبا ونفس الأثار الجانبية. المجموعة الثانية بقى إيه؟ هي أدوية لا تؤخذ بالفم، وإنما أدوية موضعية، ودي موجودة على الجانب الأيمن من الفيديو زي ما انت شايفين. نوعين، بينايل إنجيكشن، حقن تحقن في القضيب طبعا بطريقة معينة وفي مكان مخصص، والحاجة الثانية اسمها سبوزيتوري أو اللي هي لبوسات توضع في الإحليل من فتحة القضيب. دي كده الأدوية الخاصة بضعف الانتصاب. بعد كده الدعامات، في دعامات بقى قبل الدعامات في الجهاز اللي هو بتاع التفريغ، جهاز ببطارية بيتركب كويس قوي على العود بإحكام، وبيحصل نوع من التفريغ للهواء. التفريغ ده خارج العود، وبالتالي بيتصفط الدم إلى داخل العود، عملية ميكانيكية. وفي حاجة زي سيمان، حاجة زي البلاستيك رابر، بعد ما بتخلص على قاعدة العضو بحيث تحكم غلق العضو بحيث الدم ما يرجعش مرة تانية. برضو هذا الجهاز يحتاج إلى بعض التدريب شوية عشان الواحد برضو ما يأذيش نفسه. الدعامات بعد التدخل الجراحي، بتشال كربورة كبرنوزة بتاع اللي بتجمع فيها الدم، بتشال الأنسجة دي وبتتركب مكانها دعامة. في أنواع ثابتة بقى، يعني زي كده البلاستيك المقوى، في الظروف العادية وانت بعيد عن المدام بتبقى ملوي، وبعدين وقت ما تعوز ترفعها بإيدك، يعني بتافي بالغرض. وفي دعامات بقى ببطارية ومنفاخ وكده، بتتركب عن طريق الطبيب، وطبعا مجرد ما الواحد بيركب الدعامة انتهينا، لا يمكن العضو بتاعه خلاص لا يصلح ابدا انه يشتغل لوحده، مجرد ما عملته دعامه لازم تعيش العمر كله بالدعامه. بس مستو الدعامه بقى انك ممكن لحد، لو الواحد عنده لحد 80 سنه يعني، يقدر يقوم بهذا النشاط مع زوجته، اذا كان خصوصا الاخوه اللي بيبقى متجوز واحده صغيره شويه وما زال يعني عندها الرغبه او النشاط، فبالتالي بتحقق له راحه نفسيه ان هو بيرضي الطرف الاخر، بيرضي زوجته. ده كده بالنسبة لعلاج ضعف الانتصاب.